عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب يعود لأهله بعد اعتقادهم وفاته، جالهم خبر إن هو توفى في حادث قطر، وراحوا شافوه وتعرفوا عليه على أساس إن هو مندفن، وبعد 3 شهور لقوه رجع له. هو الشخص ده من أصحاب الهمم، وتفاجئوا برجوعه، برجوع ابنهم بعد دفنه ب3 شهور. ده الحادث ده كان في المنوفية، في مركز أشمون محافظة المنوفية، وتم عودته ليهم، واللي اندفن ما كانش هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.